دي من الناس الغريبة جدا. 7 أرض طبعا، 7 أرض. دي من الناس الغريبة جدا، لأن احنا كنا بنشوف بعض، بنسلم على بعض كويس قوي، كنا نتقابل في نادي الجزيرة ولادنا يتقابلوا، وكانت يعني كنت بشوفها رول موديل للجمال والرقة وكده. اوكي، حصل ايه؟ حصل ساعة الثعلب برضو، راحت كاتبة بوست كده ملوش أي 30 لازمة. هي قلت الصورة اللي كنتوا لابسين مع بعض المانتو لا يعني. دي منهم، هي عندها مينك كتير وعندي صور كتير قوي ليها بالمينك، محوشاهم لها خلاص، والله العظيم محوشاهم بركي لها فيك، بركي خلاص. مش الاصلي. انا قعدت عملت سيرفي بقى، قلت بلاش ريام نظرية المؤامرة دي، الناس دي بتكذب ولا ايه؟ طب انتي لو عملتي غلطة في اي حاجة، تفتكري انا هكتب بوست اقطع فيكي؟ مفكرتيش خالص خالص ان انا بقالي سنة ما بشتغلش، وقابليهم مسجونة وطالعة بعمل حلقة، يعني الثعلب صعب عليكي وانا لا؟ ما كلمتيهاش؟ انا اسالك سؤال، انت دلوقتي قدامك ثعلب، وانا الثعلب مش احسن مني وروح وكل حاجه، لكن الثعلب صعب عليكي وانا ولادي ما صعبوش عليكي؟ هي جرحت بالكلام بالبوست اللي واي كتبته، انا حد ما كتب شفتوش. بوست على موضوع الثعلب ده وهو مش فاهمه، اللي انا مش فاهماه لغايه دلوقتي، ان ناس طلعت تصطاد ثعلب فانا صورتهم زي ناشونال جيوغرافيك، زي كل الناس ما بتغطي رحله صيد يعني. ده في ناس كلمتيها؟ كلمتيها يا اكلمها ريهام؟ اقول لها ايه؟ ولا رجعتوا التقيتوا في ولازم البرنامج ده مكالمة؟ يتوقف، ولازم الناس اللي ما عندهاش رحمه، مين اللي ما عندوش رحمه؟ انا اللي كرست حياتي قاعده تحت رجلين الناس بس؟ بتتكلم في ايه؟ بتتكلم هي عملت ايه في حياتها؟ في يعني ما يعني بتتكلم في ايه؟ انا الناس دي بالنسبه لي يعني اكيد في اكيد في حاجه غلط، حتى لو ما بتحبنيش شخصيا مش من حقك ان انت تقضي على حياتي المهنيه كده، ولا تشتركي في هدمها، لان وات اف 1% انك ظلماني، هتاخدي الوزر ده طول حياتك؟ هتقدري تتحمليه؟ يعني انا موبايلي دلوقتي اتسرق وقلت للاستاذ ده اللي سرقه ومش هو اللي سرقه ورفدتوه، هل انا هفضل انام كل يوم بالليل اتحمل وزر ان انا ممكن اكون ظلماه؟ اللي بعده بتقلبي المواجع انت سريعة، بنحاول نشوف. لا هطلعه 7 سما، لان هو احنا متخانقين صحيح، بس لا انا بحبه واول مخرج اشوفه في حياتي يعني، وانا في الجامعه اول اوديشن اعملها في حياتي كان هو وسامح الباجوري الله يرحمه، كان عندهم شركه ورحت عملت له اوديشن وكل حاجه بيعملها ناجحه، بس هو زعل مني عشان هو كان كاتب بوست بيقولوا ان انا علقت عليه وقلت حاجة على محمد سامي. أنا خدت الكلام على إنه بيتكلم على محمد سامي يعني. أوكي، هو كان مش قاصد محمد سامي. هو مش أنا خالص اللي دخلت على البوست. لا مين اللي دخل؟ حتى بوسي شلبي بعتت لي قالت لي هو ده الأكونت بتاعك، قلت لها لا. حد باسمك يعني؟ أنا عندي صفحة فيرفايد واحدة. أوكي. فهو تخيل إن أنا بقوله لا ما تتكلمش على محمد سامي كده، أنا ساعتها كنت بس بدافع على محمد سامي في كل حتة. بس ما قلتش لمجدي كده، فهو فهم ان انا بقول كده، والصحافه ساهمت طبعا في اشعال الموضوع. باشعال الموضوع. طيب اللي بعده، مجدي الهواري. يا حبيبي بحبه قوي، يعني لو في مستشار مستشار نص مليون سما فوق يطلع فيها، بيفكرني بنفسي جدا، بحس انه مظلوم وبحس ان الناس بتيجي عليه وهو راجل صح قوي ولطيف. ولطيف يعني لانه عفوي وسريع وطيب ومجتهد وبيعمل حاجات عظيمه للناس البسيطه، وراجل جميل بصراحه ربنا يخليه. اللي بعده،